نابولي هي ثالث أكبر مدن إيطاليا، تقع في جنوب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي عاصمة إقليم كامبانيا. كبلغ سكان المدينة حوالي تقريبا 1,000,000 نسمة. كتواجد المدينة مقابلة في جبل فيزوف، وكدمتها تحت السفح دياله، وهذا الجبل هو معروف بالبركان دياله الخامد، واللي في القديم الزمان دمر مدينة بومبي المجاورة. كتميز نابولي بالمناخ ديالها المتوسطي، وتعتبر استثناء الإيطالي، فنابولي مدينة التناقضات. البيتزا هي أشهر الأكلات الشعبية في العالم بدون منازع بين جميع الطبقات. يرجع أصلها إلى مدينة نابولي، لكي تقال أن أفضل بيتزا مارغاريتا كتخرج من لهنا من هذه المدينة ومن الأفران ديالها، وبالضبط من هذا الحي الشعبي وسط المدينة العتيقة، وهي قلب نابولي النابض بالحياة. تحت الأرض كتواجد أنقاض مدينة نيابوليس القديمة اللي تأسست على يد الإغريق 1,000 سنة قبل الميلاد، وهي اليوم متحف يمكن تزوره وتعرف تاريخ دي المدينة. تعتبر نابولي واحدة من أقدم مدن العالم والأكثرها احتواء على معالم مدرجة في قائمة التراث العالمي اليونسكو. نابولي المدينة عندها شوية سمعة سيئة بسبب المافيا والفساد السياسي، وكذلك المشاكل اللي كتعرقل النمو ديالها، لكنها كتميز بالشعبية وبساطة السكان ديالها اللي مازال حد الآن كيحافظوا على العادات الأجداد ديالهم وثقافتهم الأصلية، عكس باقي مدن إيطاليا اللي تطورت بسرعة ولحقت بالركب الأوروبي. فإذا بغيت تعرف اللب ديال إيطاليا والتاريخ ديالها، فنابولي والقرى المجاورة هي أفضل مكان لتحقيق ذلك. هاد الشارع كتواجد محلات كتبيع التماثيل الصغيرة للمشاهير، وبدات كتكاثر بسرعة بعد أن كانت محلات موسمية فقط في أعياد الكريسماس كتبيع تماثيل صغيرة دينية لأجل ديكور شجرة الميلاد، ولكن اليوم رجعت منطقة سياحية كتبيع التماثيل وكتمتد على طول هاد الشارع. نابوليتانوس السكان ديال نابولي كيعشقوا كرة القدم، وكيشجعوا طبعا فريقهم المحلي الشهير نابولي، وهو أحد أعرق الأندية في أوروبا والعالم، يلعب فيه مارادونا في الأوج العطاء ديالو في الثمانينات. تحتوي المدينة على ميناء ضخم، وهو من أهم الموانئ في أوروبا، ويشكل عامل مهم في اقتصاد وتجارة الجهة كاملة. بيتزا نابوليتانا من وسط نابولي.
عادي شي حاجة. لا لا ترى بيتزا كنا عارفها معك بس بالمناسبة إذا أنا جيت أكل في نابولي بيتزا كل بيتزا معك عادي. نابولي من أهم الوجهات السياحية في جنوب إيطاليا لمعالمها المتنوعة والشواطئ ديالها الجميلة وكذلك القرب ديال المدن الجميلة بحال ساليرنو، بومبي التاريخية، أمالفي كوست وهي وجهة عالمية مليئة بشواطئ وقرى صغيرة مطلة على البحر الأبيض المتوسط وأبرزهم وأشهرهم هي بوسيتانو. كما كتواجد نابولي قبالة ثلاثة ديال الجزر معروفين ومشهورين وعندهم أهمية كبيرة في إيطاليا هما جزر كابري وبروسيدا وبرانوديشيا.